هذا بيخرج إلى النور، وهو عبارة عن مجموعة من الخواطر ذات طابع رومانسي متنوعة متبوعة برسائل. هذه الرسائل أنا سميتها الوباء لأنها تحكي قصة حدثت في زمن الوباء، وفي هذه الرسائل يعني هي في حقيقة القصة حول يعني زفاف تأجل بسبب كورونا، ومن خلال هذه الرسائل يعني تعطيك طرح وكشف حول الحالة اللي كنا نعيش فيها في فترة الحجر، وحتى في رمضان وحتى في العيد.